دوه. ف حياك الله. اغبى شيء فكرت فيه قررت اسويه؟ لا عارفين ننزل لا عارفين نصعد. السفر من الأشياء المحببة عند أغلب الناس، ففي السفر راح تصادفك لحظات جميلة ما راح تنساها، وفي نفس الوقت راح تصادفك لحظات تعيسة تتمنى أنك تتخطاها، مثل اللي صار معنا في هذا الفيديو لما فقدت الدرون في جبال أرمينيا. طبعا هاي مو لحظة تعيسة ولا شيء، فقط هذه مقدمة عشان اخلي الفيديو شيق ومثير، واللقطات اللي راح تشوفونها من الدرون شريتها من المواقع عشان احافظ على جمالية الفيديو. ولا تنسون تشوفون الفيديو السابق اللي غطينا فيه العاصمة الأرمينية يرفان، ولا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك. السلام عليكم كلكم في فيديو جديد من أرمينيا. في هذا الفيديو راح نغطي الأماكن اللي تبعد عن العاصمة، يعني تقريبا ساعتين 3 ساعات بالقيادة، فراح نغطي هاي الأماكن. طريقة التنقل بتكون ان بنروح الى ساحة الجمهورية، وفي كثير هناك سيارات تاخذك في جولات، وهذه هي السيارة اللي سيجرناها، اتفقنا معاها على الأسعار وكذا، والحين تبدأ الرحلة. الطريق لوجهتنا الاولى، وقفنا على هذه الاطلاله. شوفوا جمال الاطلاله كيف الجو بارد، وهذه يرفان من اللي عليه كامل يرفان، وهنا جبل أرارات. جبل أرارات هذا الجبل اللي يقال ان سفينه النبي نوح عليه السلام لما انتهى الطوفان هبطت على هذا الجبل، على جبل أرارات. وعلى فكره جبل أرارات مش في أرمينيا، جبل أرارات في تركيا، يعني بينهم حدود مرة، يعني على الحدود التركية الأرمينية هذا الجبل. وصلنا المكان الأول لهذه الرحلة اللي هو دير جيهارد. دير جيهارد هذا الدير اللي منحوت من هذا الجبل. شوفوا هنا تبين تفاصيل النحت على الجبل. وفي نفس الكنيسة في ماي نازل من الجبل. في معلومة جميلة عن هاي الكنيسة، ان هاي الكنيسة متداخلة لم تمس ابدا، يعني من القرن الرابع ما حد مس هاي الكنيسة، للحين هي مثل ما كانت قبل، وهذا الشيء بتلاحظونه من الصخور اللي داخل. شفنا هالشيء جنب الكنيسة اللي هي صخور مرصوفة فوق بعض، على شو تدل صراحة ما عندي خبر، لكن أتوقع يعني تكريم الموتى وكذا. أتوقع جنب الكنيسة حصلنا هالشي، كتاب القديس كوبرانيس شهيد، هي قصة. المنطقة المحيطة بالكنيسة جدا جميلة، يعني أشجار يمينك ويسارك وفوقك، وجدول نهر تحت، فالمكان جنب الكنيسة جدا جميل، ما بس كنيسة جميلة. جالس اطير الدرون لكن للاسف نشب في هذا الجبل فغاب، فانقطعت الاشاره، فاروح فيديوهات الدرون في ارمينيا كامل، ف بنحاول نحصلها، اذا ما حصلنا فمره.
وصلنا في نص اليبل هذا هنا ما بشك كيف نصعد. يلا نحول. بقى شوية لكن الدرب كأنها انسدت. شو كيف عدينا هذا كله بلا درب بلا شيء. شميخ واللعبة. وصلنا هالنقطة خلاص شكله ما مكمل. ماشي عم نحضر قوي. لا عارفين ننزل لا عارفين نصعد. أغبى شيء فكرت فيه قررت أسويه. الناس هاي بهدرون صراحة بهدلني. لا عارفين ننزل نفس الناس. لا ركب لي بالحيل قوي وصلنا نقطة. فالله يعين مرة قرار غبي. خلاص ماشي فايدة. لازم استعمل يدينتين حق هالدرب. ف حياك الله. شوف المعاناة. كل ما نمشي مترين نتوهق بالدرب. ماشي درب لا نصنع الدرب ونكسر شوف خشوه كذا كله في جسامنا. الله ما علي بينبرد الجسم بعدين تحس بالألم. سمع سمع صوت النهر قربني. الحمد لله وصلني. الحمد لله. قرار غبي لكن مغامرة ما تستاهل. هاي ضغط نفسي وخوف ما ادري شو. الحمد لله كم وصلني. والدرون برايي نشتري غيره. الحمد لله الحين ردت الروح. ناس بغيت تموت وبعد 40 ساعه راقد. زعيم يا اخي ما حركه. صرنا فوق اليبل بغينا نموت يا السي وسمه راقد ولا تدق ولا تسال. جبتوها؟ لا ها؟ لا حوي وين ما رمنا شوي بغينا نطيح ما تزقيت علينا قلت السلامة وما ادري شو صار اللي صار لكن ما في مشكلة مكمل رحلتنا بنصير الحين المكان الثاني الدرون يغيب. وصلنا المكان الثاني لهذا اليوم اللي هو معبد قارني. معبد قارني هذا المعبد اللي بناه الوثنيين قبل المسيح اللي هو قبل الميلاد تكريسا لإلههم المزعوم اللي هو إله النور والشمس والعياذ بالله. معبد قارني هو المعبد الوحيد موجود في أرمينيا والسبب لأن لما أرمينيا اعتنقت المسيحية تم تدمير جميع المعابد الوثنية لكن ظلوا على هذا والسبب أنه يعتبرونه تحفة معمارية ويعني مبنى جميل يعني خذوها من جانب هندسي ومعماري على الجانب الديني. المعبد من الداخل كبناء جدا عادي ما في شيء مميز ممكن على ذاك الزمن كان تعرفه لكن حاليا جدا عادي. لكن صراحة ما في أي شيء يميز هذا المعبد يعني شكله جدا عادي ما في أي شيء بيلفتك لا في قصة يعني عليه أو شيء ولا المكان اللي حوالي المعبد جميل يعني يلفت النظر. أنا كسائح يعني ما بستمتع صراحة في هالمكان فأنصحكم ما تيون هذا المعبد ولا تخلون وجهكم. ما أعرف كيف يزورونه يعني ما في شيء داخل سرد داخل إيه سرد ما في باطل شيء تافه. نعم زعيم بما أنك وثني كيف تشوف المعبد مالك من الأولي؟ ولا أرفع النفس البر يعني أنت وثني؟ ولا وثني ولا شيء خلاص. قول عزنا الله بالإسلام إذا ابتغينا غيره أذلنا الله به إن شاء الله حبيب. لكن بتلاحظون أن المناطق اللي حوالي المعبد وعموما اللي حوالي العاصمة يرفان جدا جافة ما فيها أي خضار فهاي طبيعة العاصمة يرفان جافة وحارة يعني ما صح فيها في الصيف أبدا كثير حارة تكون. لكن شمال أرمينيا دلجان والريف الأرميني مناطق جدا جميلة وكثيرة الخضرة وراح تشوفونها في الفيديو جاي. وصلنا المكان الثالث اللي هو أحجار السيمفونية. أحجار السيمفونية هي عبارة عن أحجار على شكل سيمفونية موسيقية شوفوا كيف. هذه الأحجار الجميلة بتكوينها نشأت بشكل طبيعي بسبب حركات التآكل وتحركات جيولوجية وكذا فصار هالشكل اللي نشوفه الحين. لكن انتبهوا الأحجار دائما تسقط. وهنا مبين اثار الانهيار شوفوا كيف واضح خاصه من هالمنطقه صار كانه كهف. جنب الاحجار بالضبط هذا النهر الجميل فمكان صراحه جميل ورايق. يا سلام يا المكان كيف جميل والجو جميل البقره تاكل نهر والوجه الحسن كيف المكان؟ والله مكان من الاروع والله والله مرة بالاخر. كيف رأي الثيران وخاف القره؟ ولا عثيرة لا عثيران ولا شيء، العبوش طال عمره. يا والله ما كبارك، تطلع برا العاصمة بشوية تقابل الناس الجميلة. هلو سور هاو ار يو؟ هاي. ناس مرة ميمية طيبة.
وصلنا الحين حق واحد من اشهر الاماكن السياحيه هنا في ارمينيا اذا ما كان اشهرها اللي هو خور فيراب. تشوفون هاي الحقول او المزارع كلها لعنب، والسبب ان ارمينيا واحدة من افضل الدول اللي تصنع البراندي اللي هو نوع من انواع الخمر. خور فيراب عبارة عن قلعة داخلها دير، هذا الدير له مكانة خاصة عند الارمينيين. المميز في هذا المكان او القصة عن هذا المكان، هذا المكان عبارة عن قلعة، فكان هنا مملكة وكان حاكم هنا وثني، فجاء قديس نصراني يدعو الحاكم الى مسيحية، لكن الحاكم رفض، قال هذا يقص على الناس ما ادري شو، فحبسه تحت الارض لمده 13 سنه، وهذا الحاكم اجا مرض خطير في المخ، فصار شبه مجنون، يجي نوبات صارع ما ادري شو. كانت زوجة الملك دائما تحلم ان ما حد راح يشفي زوجها غير القديس اللي متروك في سجون القلعه، في الحفره اللي في القلعه. فلما جاء القديس الى الملك دعاء الى المسيحيه فانشفى الملك، فدعا الناس كلها الى النصرانيه، فكذا تحولت ارمينيا الى دوله نصرانيه او مسيحيه، فكانت اول دوله في التاريخ تصير مسيحيه، دولة مش ناس أو شعب. صادف الدير في حفل زفاف فصدفة جميلة. يا عم يا ريس إن الله ترعاكم. صراحة عرسهم فنان، لا يبى مهر لا يبى ما أدري شو، خاتم قبلتي وصير كنيسة اشتريها ورد وفستان وروح. ايوه ما نحن تعقيدات اهر قاعة وذهب وما ادري شو. والحفرة اللي الملك راشد القديس فيها هاي الحفرة، شو كيف عمقها يصير تنزل، راح ننزل. هذه الحفرة اللي نحبس فيها القديس، لكن درج ارى سنتر. من نزلت داخل هاي الحفرة تأكدت ان هاي الصورة ماشية مني، يعني لك تتخيل ان واحد يظل 13 سنه تحت داخل هذا المكان، ما في تهوي ما في شيء، وخنقه مره يعني تحس بضيقه تدخل هنا، فاتوقع اسطوره ماشي مني ما صحيحه. هذا جبل أرارات مثل ما قلت قبل انه في الحدود التركيه، وهذه هي الحدود، هاي هي. كيف تعرف انك في تركيا؟ شوف هالمسجد، اتراك مسلمين هناك، اما هنا ارمينيا كنيسه. طفل الكاميرا الرئيسية والحين حولنا على الجوبرو، لكن خالي لما أغطي الكنائس الديرة مسيحية وأي دين كان نغطيها من ناحية جمالية من ناحية تاريخية مش من ناحية عقدية، يعني نشوف خذ الهندسة المعمارية فيها الجمالية اللي فيها، أما من ناحية عقدية بعيد نحن، فخليك إيجابي. لكن قبل أن نختم الفيديو يينا مطعم شعبي أو قاعة شعبية ضبطنا إياها السايق عشان ناكل أكل أرميني. شوف خشلمان اسمها، لحم وبطاطا شكلها لذيذة. إن خشلمان يس كفتة. 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 أوكي. هير كير هذا كفتة أوكي. يا. هذا الشيء وهاي الوجبة صراحة جدا مميزة. طب لحم حلوة؟ هي نعم حلوة طيبة. وكذا بعد ما خلصنا أكل الحمد لله. وشبعني نختم الفيديو، وهذا صديقنا ثانك يو اوكي. ولكن رحله الارمينيا مش تخلصت بعدها، باقي فيديو عن الريف الارميني، فسلام.